أطفال نوح، أولاد نوح كأطفال الأول. الأول الكتاب المقدس بيقول لنا أنه الدنيا كلها بقت شر. يقول في تكوين 6: لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات، أن أبناء الله، وقلنا دول ولاد شيث، رأوا بنات الناس، ودولنا قلنا ولاد قايين، بنات قايين، أنهن حسنوات، فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب: لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه. هو بشر، وتكون أيامه 120. وبعد كده قل: رأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض. ده زمن صعب جدا، كل الناس تقريبا بدون استثناء ماشي غلط. لأن السؤال ده بنسأله كتير جدا: أعمل إيه مع أولادي إذا كان أغلب المدرسة بتربي غلط، والميديا يعني اللي هي الألعاب اللي بيلعبوها ولا أي شاشات قدامهم بتقدم أفكار غلط؟ بصوا، نوح يجاوبكم كأب، ومرات نوح تجاوبكم كأم، إن أولادهم التلاتة ما فيش ولا طفل آخر حواليهم ماشي صح، فيش ولا بيت عدل تاني حواليهم. ده تحدي في التربية فظيع. يعني دايما نقول للأباء والأمهات: دوروا على بيوت زبيوكم، خلي عيالكم يتصاحبوا على عيال متربية في الكنيسة عشان يطلعوا مع بعض، يدفوا في بعض، لأن الزمن صعب. لو 20 طفل بتلاقي 2-3 بالعافية اللي إيه يعني نمشي معاهم. طبعا يمكن أنا بقولها بشكل شديد شوية، لكن هو ده السائد دلوقتي. عند نوح كانت المسألة أصعب، لأنه مش هيلاقي ولا كابل، ولا راجل ومراته زيه، هو ومراته بيصلوا سكين في ربنا قوي، متدينين بجد، مع أن الشر محوط عليهم من كل ناحية، ما ده سبب الطوفان. الحقيقة عبقرية وعظمة وقداسة نوح ومراته، ربوا عيالهم تربية مثالية، ما نعرفش إزاي مكملين معهم في الفلك. لأنه ما أسهل أن العيال دي كانت تمشي زي المجتمع. يعني ده أبونا إبراهيم العظيم وأمنا سارة العظيمة، لوط اتربى في بيتهم، ومع هذا جوازته الظهر ما كانتش مظبوطة قوي، وكلكم عارفين مرات لوط دي بقت إيه، وعيال لوط بقوا إيه، ولوط بالعافية يعني أنقذ أبديته. يبقى المأمورية صعبة. لكن بالنسبة لنوح ومراته، واضح أنه كانوا أب وأم 10/10، محافظين على عيالهم جواهم. عشان كده عاوز أروح لآية جميلة قوي في تكوين 9 في أحداث الطوفان والفلك. بقى يقول: وكلم الله نوحا وبنيه معه. قبلها يقول: بارك الله نوحا وبنيه. يبقى واضح أن عياله بصين له أنه نوح صح والدنيا كلها غلط. يا سلام على الأب اللي يعرف يخلي عياله يبصوله بإعجاب وكقدوة. لو الدنيا كلها بتقول شمال، أبوهم بيقول يمين، أبوهم هو اللي صح. طبعا يا رب يطلع صح. لكن هنا إزاي الولاد التلاتة بصين لنوح ده بابا صح؟ طب ما كل الرجال اللي حواليهم بتعمل حاجات غلط وبتقول كلام، بيتريقوا على أبوهم وبيقولوا طوفان إيه، يعني طبعا تريقة، يعني الراجل بيقول مطر والدنيا هتغرق، وهم شافوا مطر كتير والدنيا ما غرقتش، كلام مش منطقي. عشان كده عبرانيين 11 يقول أنه بالإيمان نوح لما أوحي له عن أمور لم ترى خاف فبنى فلكا. يبقى واضح أنه رحلة نوح مع الإيمان والخوف المقدس وبنى الفلك، كل ده حضروا أولاده بدرجة. أولاده شايفين نوح بيصلي، وشايفينه متأكد الإيمان، متأكد إن الدنيا غلط، مش بيشك لحظة، ومتأكد إن ربنا اللي بيقوله هيحصل، ما بيشكش لحظة. شربوا الإيمان.